أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I think we read up to this point. Yes, sir. Oh, okay. You just repeat after me, all of you. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا سَبْعًا شِدَادًا سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا نعم وَهَّاجًا كَسِي هَا هَذَا شَدَّ عَنِ وَهَّاجًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا Cannot hear you. Your voice is breaking. Can't hear you. Ma'an sajjaja. لنخرج به حبا ونباتا cannot hear you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لنخرج به حبا ونباتا First of all say أعوذ بالله Okay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا 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 يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في Why are you stretching? Why are you stretching yo too much? Why? This is Pauline. We don't stretch it. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا
يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يوم 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 ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. جوجو. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وسجرت الجبال فكانت سرابا. وسجرت الجبال فكانت سرابا. أحمد only you read. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. Wrong. Apply إخفاء on سبعا. Yeah. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وجعلنا سراجا وحاجا. Wrong. Very very wrong. وحاجة. Here you have to apply Alif Madda. In Alif Madda, stretch only for 1 second, no more than that. Here you have to connect the vowel with the ha properly, hold it for 1 second because of the shadda sign here. Again, please read the verse carefully. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا. Wrong. Za must be read properly. Again. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في السور فتأتون. It is فتح not كسرة. Again. Okay. يوم ينفخ في السور فتأتون فتأتون أفواجا. Same verse again. Read the ha harder and more scratchy. يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا. ينفخ. يوم ينفخ في السور فتأتون. ينفخ. خو. ينفخ. يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. Again. وفتحت السماء فكانت أبوابا. First of all, ha must be sharper. Secondly, there is no qalqala on ta. Try to read again carefully. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وسيرت. وسيرت الجبال فكانت سرابا. Make the row heavier. وسيرت. وسيرت الجبال فكانت سرابا. سرابا. سرابا.
وسجرت الجبال فكانت سرابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا. Wait for 1 minute now. Okay. Wait for. All right, Tamsila, you read from here. Okay. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. Again, last words. وسيرت الجبال فكانت سرابا. Hiba, you read now. Okay. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. Again. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. Next. وجعلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا. First of all, you are stretching Alif Madda a little bit more as compared to the 1 second length which I taught you. Secondly, you stretch the T here without any reason. No reason to do that. وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا. Yeah, now read from here again. Okay. وبنينا فوقكم سبعا. وبنينا بس. وبنينا. Yeah. وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا فأنزلنا من المعصرات ماء. من المعصرات ما. As soon as you read T, you have to switch to the next letter. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا. Same mistake. Why are you stretching letters without reason?
What was the problem okay. with Jim? Jim fatha ja. لنخرج به حبا ونباتا. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وجنات ألفافا. وجنات ألفافا. إن غنى press it for 2 seconds. Come on, slow down. Carefully. وجنات ألفافا. وجنات ألفافا. إن يوم الفصل. Why did you stress نون فتحة نا here? إن يوم الفصل كان ميقاتا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. Again, you are stretching this noon also. كان. Not كان. It's كان. نون فتحة نا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. نہیں بچے. كان ميقاتا. كان ميقاتا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. پھر وہی بات. إن يوم الفصل كان ميقاتا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. Next. يوم ينفخ غلط غلط again you're making the same repeating the same mistake again 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 why ميم فتحة ما يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا فتأتون أفواجا فتأتون أفواجا يوم you have to make your lips fully round in يوم say يوم 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 ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا فتأتون أفواجا فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا no. وفتحت نہیں بچے when I will when I am teaching or correcting Ahmad and Tamthila and Ali you must also pay attention you must focus what I am saying and try to avoid okay. the mistakes they have made who will apply kalklaun ba and after hamza immediately start fa wa futihatis sama ufakanat abwaba ففتحت السماء فكانت أبوابا وسجلت الجبال فكانت سرابا علي please read yes sir وبغي بسم الله الرحمن الرحيم وَبَنَيْنَا فَوْقَهُمْ سَبْعًا شِدَادًا Slow down again. وَبَنَيْنَا فَوْقَهُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا One more time. Okay. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا Okay, next. I told you to slow down. Look at the words correctly, carefully, then read.
وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به نقل قلن خا لنخرج لنخرج به حبا ونباتا This high sword, this high sharp لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وجنات ألفافا Slow down وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان No stretching of noon إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم في الثور فتأتون أفواجا Good job وفتحت السماء فكانت أبوابا Brilliant وسيرت الجبال فكانت سرابا Fabulous Alright, all of you Repeat after me, follow along with me وبنينا فوقكم سبعا شدادا Slowly وبنينا فوقكم سبعا شدادا Where is Ahmed? I'm here sir Okay وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا 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 يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسجرت الجبال فكانت سرابا وسجرت الجبال فكانت سرابا تمثيل يريد وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء
سجاجا لنخرج به حبا ونباتا. Make the call more harder and scratchy. لنخرج به حبا ونباتا. لنخرج. لنخرج به حبا ونباتا. لنخرج. لنخرج. نا. Say خرگوش. خرگوش. خارش. خارش. خون. خون. خان. خان. No, your call is incorrect, or your mic is incompetent. I don't know how to pronounce خا. You don't know? It's easy peasy. No, look. It's not easy. From the top throat, the خ sound should be there. Say خ. Become a vampire and say خ. Yeah, that's the sound. This is the sound which you need to produce. لنخرج به حبا ونباتا. لنخرج به حبا ونباتا. This ح must be sharper. لنخرج به حبا ونباتا. لنخرج به حبا ونباتا. Yeah, this ha should be softer. This one should be sharper. Now both of the ha's are coming together or coming closer. So we have to be careful. We have to distinguish between the sounds of these two. لنخرج به حبا ونباتا. لنخرج به حبا ونباتا. Okay, next. وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. أبوابا. Carefully again. وفتحت السماء فكانت أبوابا. No قلقلون تا. قلقلون باب please. وفتحت السماء فكانت أبوابا. أب أب. Say أب. أب. Again. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا. Okay. Tamsila, you teach others now. Others, all of you, repeat after Tamsila. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وجعلنا سراجا وهاجا. وجعلنا سراجا وهاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا. وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا. تمثيلا, only you read this verse again. وأنزلنا من not وأن, it is وأن. Make your lips wider. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ وَأَن and are two different sounds. I'm not saying on, I'm saying you also say don't say on. Make your lips wider. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا. Again, what is on? It is look, your lips should be in this shape. Your lips should be in this shape while reading it. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا.
وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا. Yeah, rest of you follow Tamsila now. وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا. Ahmed, you are doing the same thing. Make your lips wider. Hibba, make your lips wider. Ali, make your lips wider. وَأَنزَلْنَا Ali, Ali what? I'm reading, sir. Ali is not reading. Okay, I will talk to her, his mom. Don't worry. Yes. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا 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 Hamza has its own position. Don't discriminate against Hamza. Hamza should not be hidden under the shadow of Alif here. This is the prominent sound which has to be made prominent, which has to be made clear. Ma-an. And ma must be stretched for 4 seconds because of the big mud here. So ma-an. All of you say ma-an. Ma. The wrong way to read it is ma. What is that? Hamza has to have some energy. It should not be a weak letter. It should be strong enough to stand on its own feet. Ma. Ma. That's it. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا مَاءً Do not rush it. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا مُعْصِرَاتِ 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 Ayn should be deeper from the middle throat. More, say more, all of you, more, more. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا Tamsila, continue. لنخرج به حبا ونباتا One more time slowly carefully لنخرج به Tamsila you again slowly slow down the pace you are reading too fast don't rush it لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا Okay, Ahmed, say kha. Kha. Now, Tamsila, you say kha. Kha. Okay, Ahmed, you say linukh rija. Linukh rija. That's it. Tamsila, you say, also say the same word. Linukh rija. No. Ahmed, teach Tamsila how to say kha properly. Give him, give her an example or something. No. That's it.
لنخرج به حبا ونباتا. Continue Tamsila. وجنات الألفاف. Oh my god, you killed me. How it is still? Come on. Thin. Again. وجنات الألفاف. No pressing of thin. No pressing of thin. Again. وجنات الألفاف. وجنات الألفاف. إن يوم الفصل كان ميقاتا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفتحت السماء فكانت أبواب. Oh my god, why did you apply Kalkala here? And why didn't you apply Kalkala here? Again, Tamsila carefully. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا. وسيرت الجبال فكانت سرابا. أحمد, you teach everyone now. Ahmed, read. Yes, yes. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. سَبْعًا, make your lips wider. سَبْعًا, not on, it's an. An, say an. An. سَبْعًا. سَبْعًا. Yeah, your lips will be in this shape. سَبْعًا. سَبْعًا. Yeah, no reason. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَجَّاجًا. وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا. Hamza should be prominent and separate from Alif. Do not hide Hamza under the shadow of Alif. Again. مَاءً سَجَّاجًا. وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا. وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وفتحت السماء فكانت أبوابا. وسيرت الجبال وسيرت الجبال فكانت سرابا. وسيرت الجبال فكانت كرابا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.